صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 6 فبراير 2020 و12 من جماد الاخر 1441. زي ما عودناكم مشاهدينا، كل فتره بنجيب فقره ليكم وهي تفسير رؤيه الاحلام او الرؤى والاحلام. والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم في الرؤى والاحلام، النجوم. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه أصحابه بالنجوم. عايزين نعرف النجوم في المنام إيه تأويله، إيه تأويل النجوم في المنام، وكمان خاصة بالرجل والمرأة، واللي هيقول لنا أكتر وأكتر عن رؤى أو تفسير النجوم في المنام فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، وبنتكلم النهاردة عن تفسير رؤية النجوم في المنام. تعالوا نعرف مع بعض مع فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي مفسر الرؤى والأحلام. صباح الخير يا فضيلة الشيخ، وأهلا بحضرتك. أهلا بك وصباح الأنوار يا أستاذة شيرين، عليك وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. اللهم أمين، وكل عام وأنتم بخير. صحة والسلامة يا فندم. ربنا يخليك يا فضيلة الشيخ. طبعا حضرتك دايما منورنا في صباح الصحة والجمال، وبنحب دايما نتكلم عن مواضيع مهمة في تفسير الرؤى والأحلام. تفسير النجوم فضيلة الشيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام شبه أصحابه بالنجوم وهم العلماء والفقهاء والباحثين. معنى النجم أو النجوم في تفسير الأحلام ده مش كده. أولا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ربنا ذكر النجوم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، وربنا جعل النجوم دي من علامات الإنسان يهتدي بها الطريق. كان على عهد أصحاب النبي ومن سبق عندما كانوا يسيرون في الطريق كانوا لا يعرفون المعالم إلا بالنجوم. وقيس على هذا المنوال زمان الطبيعة كانوا بيعرفوا الطرق. النجوم حضرتك ده كوكبة. النجوم دي في علم الرؤى والأحلام ده قاموس. النجوم دي يعني شيء عظيم يطول الشرح والحديث عنه طبعا. ولكن في 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 العام دائما النجوم فيها الخير. النجوم بوجه عام تبين على العلم والفهم والمعرفة وظهور أمور غامضة في حياة الرأي. يعني زي ما تقول لحضرتك كده مسج أو علامة بتديها للشخص اللي بيشوف الحلم. طبعا حاجة كويسة يعني. بس بتختلف طبعا يا شيخ إبراهيم من شخص للتاني على حسب الحياة وعلى حسب البيئة والمجتمع والشغل طبعا تفسيرها. ففي ناس بتحلم مثلا ان هي بتتساقط، ده لها تأويل؟ اولا هي تختلف من شخص الى اخر. تفسيرها. تختلف من العالم الى الجاهل. تختلف من المرأة الى الرجل. تختلف على حسب الوظيفة بتاعته. تختلف على حسب السن، سن 20 سنة 30 سنة 35 سنة. تختلف اللي شاف المنام دي آنسة ولا متزوج ولا مطلق، في أولاد أو ما فيش أولاد. قيسي على هذا تختلف من شخص إلى آخر. اللي شاف النجوم دي شافها في السماء ولا شافها في الأرض ولا شافها في البحار ولا شافها في الجنة ولا شافها في النار. وقيسي على هذا المنوال. طيب. ولكن بالنسبة لتساقط النجوم ده دي إشكال كبير جدا وشيء عظيم جدا في حياة الرائي. سيقع في نصيبة وسيقع في هم أو سيقع في أزمة شديدة صعب الخروج منها.
والله أعلم. طيب هنا زي ما حضرتك قلت برضو فضيلة الشيخ ان بيختلف من شخص لآخر. طب تفسير رؤية النجوم بيختلف من السيدة للرجل، ونفسر الأول لو سيدة حلمت ان هي شافت نجوم في السماء. لو سيدة شافت نجوم في السماء، هي لو تعاني من تعب سيزال عنها المرض. لو سيدة شافت نجوم في السماء، لو كانت آنسة يبين على الزواج لها. لو سيدة شافت النجوم وكانت معها أولاد سيكون لها شأن كبير جدا لابن من الأبناء. طب واحدة شافت النجم أسود، ده يدل على الطلاق وعلى الفراق. طب لو هي مش متجوزة مثلا وشافته أسود برضو يبقى تبقى في مشاكل؟ ستقع في إشكال في العرض والشرف. لو كان النجم أسود، إنما لو كان النجم متلألئ أو النجم مثلا مضيء، ده له تفسيرات عظيمة جدا والله أعلم. للمرأة. طيب الرجل بيختلف فضيلة الشيخ ولا هو نفس التأويل بالظبط ونفس التفسير؟ لا، يختلف للرجل. لو الرجل شاف النجم يدل على القوة ويدلل على الذكاء. الرجل لو شاف النجم هناك أمر من الأمور تنقص هذا الرجل، ولكن سيكتمل إليه هذا الأمر في الأيام القادمة. وقيسي على هذا المنوال والله أعلم. طيب تأويلات كتيرة برضو فضلت الشيخ. لو احنا شفنا برضو نجم مثلا ان هو مش بيتساقط، يعني تحس ان هو نزل ورجع تاني، يعني هل في تأويل ان هو بيطلع وينزل مثلا او ده يدل مش نزل، احنا فسرنا ان هو تساقط، لا رجع تاني للسماء. ده صاحب المنام هو دخل في امر من الامور، والامور فتحت له على مصرعيها، يعني الامور خلاص على وشك الانتهاء، وحيمسك هذا الامر بقبضه يده بكل ما يمتلك، ولكن فجاه كده تلقى هذا الامر ايه ذهب عنهم. اديك مثال بسيط، واحد حيبيع قطعه ارض واتفسرت له قطعه ارض مثلا دي على سبيل المثال ب 40 مليون جنيه، فرحان وسعيد وخلاص ورستك مع جميع الامور والعقود وما شابه ذلك، ولكن في اللحظه الاخيره تلقى الأمر إيه لا يتم. هكذا الذي ينزل إليه النجم ثم يعود إليه مرة ثانية من حيث أتى خير كان سيأتي إليه، ولكن لم يكن له فيه نصيب. والله أعلم. يعني تأويلات جميلة فضيلة الشيخ، ربنا يبارك لك. تحس إن فعلا كمان الأحلام بتيجي طبعا من الحياة ومن الواقع اللي احنا بنعيشه، فالعقل الباطن بيخزن على حسب بقى كل شخص وتفسيره. نعم. طيب اذا انا حلمت طيب معنا تليفون وبعد كده نشوف بقى النجوم اللي منوره في السماء قوي يعني بتلمع. صباح الخير يا ام احمد، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يخليك يا استاذ انت والشيخ ابراهيم. اهلا بك يا ام احمد. انا ايه اختي حلمت لي حلمين بس انا قلقت منهم. اتفضل. حلمت لي ان انا الشقه بتاعتي كلها ذهب. وبعدين حلمت لي حلم تاني ان انا وهي راكبين عربيه وماشيين في حته ضلمه، والاخر بقى ايه انا نزلت، بتقول لي انت نزلتي، الواحد كان خاطفنا، نزلت من العربيه وقال هي مشيت، راح ايه راحت هربت منه، نزلت قدام شويه ولقيت الدنيا ضلمه خالص، وقعدت تقول يا ربي هي اختي فين، الدنيا ضلمه كده ليه، قالت بصيت لقيت القمر راح منور وصحيت من النوم. يا ام احمد. نعم. انت ما تعاني من مشاكل وأزينا وعيالي؟ أيوة ناس أزينا وعيالي سحرين مبهدليني. ما هو موضوع الذهب اللي انت شفتيه في الشقة ده يا أم أحمد، حفسرك إن شاء الله. طيب يا أم أحمد. طيب يا أم أحمد خير إن شاء الله، وفضلت الشيخ هيفسر لحضرتك. نمسك حتة الذهب الأول. الذهب دي نكد وهم، ولما يكون مليان في الشقة ذهب لا تتحمله الجبال، وهي بتعاني من أذى شديد. رؤية تانية إيه؟ عربية بقى موضوع الاختطاف وما شابه ذلك. يدل ان في حياتها ازمات شديدة، وهي فعلا تعاني من اذى من اعظم ومن افضل ما يكون، ولكن هي شافت مش عارف النجم او ايه اللي شافته مضيء. قمر ضاء، يعني بتقول نور في اخر الطريق ليها. نعم. فالصبر هو فيدل ان ربنا سيجعل لها من بعض الضيق فرج ومن بعض العسر سيكون لها اليسر والله اعلم ان شاء الله. وكمان فعلا زي ما حضرتك بتقول التعبانه من اقرب الناس ليها هم. نعم. اللي بيضايقوها واولادها، ربنا يهديهم اللهم ويصلح الخير. طيب معانا ام محمد، صباح الخير.
صباح النور. اهلا بحضرتك. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضل. اهلا بحضرتك. بحضرتك استاذ. الحمد لله يا ام محمد. حضرتك يا دكتور، يا دكتور ابراهيم. الشيخ ابراهيم حمد يا فندم. اهلا يا ام محمد، اتفضلي. الشيخ ازي حضرتك؟ الله يسعدك يا رب. اللهم امين. بقول لحضرتك اللهم صل على النبي. شطر الثاني. انا شفت ان يعني كنت بقرا في ايات كده معينه، ف كنت بقرا قران يعني. فالمهم طلعت شفت اللهم صل على النبي بحاول ان انا اترك انور نور الصاله، فمش بتنور معايا. فانا بحاول في كذا مفتاح ان انا انور النور، فتلقيت قطه سودة دخلت اوضه النوم عندي. فتلقيت بنتي جرت قالت لي انا شفت حاجه يا ماما في الاوضه. قلت لها اه، انا برضو قطه سودة دخلت تحت السرير، تحت جوز كده تحت السرير. يا ام محمد. فالمهم فده رؤية، ولسه في رؤية بقيتها تانية دي لوحدها، دي منفصلة. طيب دقيقة يا ام محمد. ام محمد. ايوه حضرتك. انت عملت جميل او احسان او فضل او من مع حد وقابل الاحسان بغير الاحسان يا ام محمد معاكي؟ ايوه جوزي. ما تحدديش يا ام محمد، اصلح لنا حالك ربنا. ايوه عايز يبيع البيت مني في الشارع انا والعيال. أيوة. خلاص انا هفسرك يا محمد، تمرين امر. طب ممكن حضرتك هي واحده بس الثانيه معاها. طب رؤيه ثانيه. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اه لما طلع النبي انا حلمت ان كاني في ناس كده قعدهم، فانا كنت شاكه في يعني في واحده كده ان هي يعني دي اللي يعني سلطه جوز عليا واخده فلوس. فالمهم انا بدور عليها مش عارفه طريقها. فالمهم اتلقيت كان احنا في شقتي، بس نظام الشقه ما هيش شقتي وكانها في شقتي. فتلاقيت واحده جت قعدت كده، دخلت قعدت الحمام، بس الحمام اللي انا شفته ما هو زي اللي عندي بلدي، اللي هي اللي ماخذه بتاع زمان دي بلدي. اه حاطه طشت وقاعده تغسل، بنت كبيره قاعده تغسل في الطشت، ومعاها بنت زي ما اكون يعني البنت اللي هي اللي معاها بنتها اللي هي بيقولوا عليها الرساله معروفه يعني. طيب يا ام محمد، طبعا فضيله الشيخ هيرد على حلمك، وطبعا هما الاثنين متعلقين ببعض. الحلم الاولاني قطه، انت حضرتك قلت يعني معناها هي معناها خيانه. بس انت حضرتك انا هفسر الثانيه عشان عاوز اعلق على الاولى. طيب اتفضل. الثانيه في كلمتين، ان هناك امراه خبيثه تريد الطلاق بينهم وتريد عدم العمار وما شابه ذلك. تخرب البيت. واحده تخرب دخلت البيت. اما الرؤيه الاولى تدل ان هي عملت جميل وعملت احسان وولعت كما يقال صبيعتها العشرة شمع، ولكن للأسف الشديد وجدت النكران وعدم الجميل والخيانة والخسة والندالة، حاجات الواحد من قبلها يا أستاذة شيرين. طبعا. تبقى واحد متجوز واحدة لها 30 سنة وخدمته على أكمل ما يكون، أول ما تجري معاه الفلوس يروح يتجوز. المشكلة بتكون منين فضيلة الشيخ؟ يعني عدم فهم وعدم التزام. يقول لك اول تسال اتجوزت ليه، يقول لك هذا شرع الله. شرع مين؟ نحن مش بنتكلم على موضوع التعدد ولا ننكر موضوع التعدد. طب هو شرع ربنا، شرع ربنا. انت مصلي؟ يقول لك انا مش مصلي. انا وممكن ما اعرفش حاجه عن الدين وعن الشريعه، ولكن يجي في الحاجه دي بالذات روح ايه ماسكها طبعا ماسك فيها. هو ده الشرع، ويظلم بيت تاني. اولا نحن لا ننكر التعدد، ولكن هناك ناس عندها جهل و عدم خلفية بأمور الشريعة، والله أعلم. يعني احنا بنقول الصراحة والوضوح لازم تبقى في ديننا كمان. نعم. وعشان نعم. المشاكل النفسية والخراب ده كله ما يحصل. نعم. ربنا يسهل لينا كلنا. طيب معنا أم محمد، صباح الخير. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ ابراهيم، انا حلمت من كيمة يومين ان انا كاني راكبه قطر. تمام. والقطر ده راكبه فيه انا وصاحبتي، ما فيهوش ناس، بس هو في الاساس قطر بضاعه. فقطر البضاعه ده كله اساسا مليان رمله، فبقول لصاحبتي هو ده فيه ايه؟ قالت لي ده فيه رمله، واحنا راكبين في عربيه فاضيه ما فيهاش حد. فالمهم جينا في محطه بنسويف. في المحطه دي كلها كلاب. فالكلاب بقت تجري ورانا، فعضت صاحبتي، نطت في القطر، عضت صاحبتي، صاحبتي كده لقيتها تعبت، وانا رحت بقول لها هي قالت لي تعالي انت من ورا علشان خاطر الكلاب دي ما تلحقك. بالفعل انا بفتح الشباك فيهم كلب نط عليا، عضني في صباعي في ايدي اليمين. ف
فايد اليمين بقت تجيب دم، فانا بقيت ايه احصر الدم ده وانفضه في الارض اقول لها علشانك ما لسه ما مش اعملي زي، قالت لي لا انا مش هعمل زي. فالمهم لما الدم خلص من ايدي فلقيت الخرم اللي هو الكلب كانوا بيطلع تعابين صغيره، فقلت لهم الحقوا ده انا ايه طيب. طيب يا ام محمد يا حبيبتي، فضلت الشيخ هيرد على حضرتك وخير ان شاء الله. هي القطر معناه ايه والكلب القطر ده اللي على الحياه الزوجيه. ما سالناهاش هي متزوجه ولا لا؟ لا هي متزوجة؟ تقريبا متزوجه او يدل على الحياه لها. طيب موضوع الكلاب موضوع الرمله، هي وجدت معاناه شديده والام عظيمه جدا لها في الحياه، والنصيبة الكبيرة جدا ان موجود الصديقة معاها، وموضوع الكلاب يدل ان اللي اذاها واللي هو لا يحب لها الخير هو انسان قريب ليس انسان بعيد. هي دي المشكلة فضيلة الشيخ، دايما ننبه ونقول اسرارنا ما تطلعش بره، ما ندخلش حد بيوتنا مهما والله كان. والله العظيم يا استاذة شريف، الخيانة بتبتدي من الصداقة والقرايب، الواحد بيتعب من الكلام ويقول للناس نصائح وسبحان الله يجي لك بعد كده يشكي لك، تعمل صاحبتي وتعمل حبيبتي وهي في الاخر تاخد جوزي وتخرب حاجات من الواحد ما يشوفها والله تشيب العقول. ودي كلها والله يا شيخ ابراهيم الواحد بيسمع يعني زي ما تقول النفس شايله كل ده، يعني الاحلام الحمد لله ان احنا بننفس عن طريق الاحلام وبنشوف وبتبقى رساله لينا عشان ناخد بالنا. كلها حاجات فعلا على الخيانه والكذب طيب احنا طبعا طلعنا بتفسير الكلب ايه طيب عشان تبقى عارفه، والعضه ايه وليه يطلع تعبان في الاخر برضه تعبين ايه؟ ما هو الكلب عندما يتحول الى ثعبان يدل ان هذا الرجل او هذه المراه التي تريد الخراب والدمار هي إنسانة متقلبة بين هذا وذاك، ولكن متقلبة في أمور الشر مش في أمور الخير. في واحد يتكلم لك بكلام طيب بكلام جميل كلام معسول ولكن في قلبه أمر من المرار، لا ده هو ديتي أصلا زي ما نقول على رأي المثل غشيم، يعني إنسان مش ميفهم، يعني أفعاله وأعماله معروفة، ومن الممكن يكون هذه الشخصية تصيبها بنوع من أنواع الحسد الشديد وهي عارفة أنه يحسد بس ما قدرش تنقطع مني. مشكله كبيره جدا، احنا بنبقى عارفين في المشكله وواقعين فيها بس ما بنعرفش ناخد يعني قرار. يعني واحد يجيلك في الشقه مثلا يجيلك يومين كل يوم يجيلك في الشقه زياره واحده وانت تعلم علم اليقين ان هي ما تحسد وبرضه وانت مصره ان هي تدخليها الشقه. دي مشكله فعلا، مشكله كبيره، معظمنا بيعمل كده وما بنعرفش نواجه ولا بناخد قرارات في حياتنا علشان والله اعلم امورنا تستقر. طيب في تليفونات تاني؟ طيب فضلت الشيخ، ان احنا طلعنا النهارده يعني بقصص جميله جدا الصراحه يعني. طيب احنا عايزين نفسر برضو رؤيه النجوم لما تكون لامعه في السماء بتلمع قوي في السماء، تاويلها ايه؟ ده يظل ان صاحب المنام العقل بتاعه ده عقل نوراني، عقل رباني، عقل فيه الشفافيه وفيه النورانيه، وربنا من عليه بالمن والفضل والعطاء من رب البريات. بمعنى يدل ان صاحب المنام ربنا من عليه حاجات كده من عند ربنا يحتار فيها اهل العلم. يعني انت ممكن قاعده كده وحاسه احساس ان في شيء سيحدث في الطريق، احساس كده من عند مين؟ من عند الله، من عند ربنا لا يتحكم فيه احد. انت تقوم من النوم كده وعندك احساس او شعور ان في حد النهارده مثلا سيموت او في امر من الامور سيحدث. واحدة الأم من النوم أم كده تقعد تبكي، أنت بتبكي ليه يا أم محمد؟ تقول لك أنا ابني هيسقط. يا أم محمد ده لسه النتيجة ما ظهرتش، تقول أنا عندي إحساس رباني كده وفعلا ابني هيعمل إيه؟ يسقط. واحد تقوم من شرحة مبسوطة فرحانة، أنت فرحانة ليه؟ تقول لي إن شاء الله ابني هيجي النهاردة من دولة الكويت. هيجي النهاردة هو اتصل بيكي؟ تقول لا. أمال إيه يا أم أحمد؟ تقول انا عندي احساس من عند ربنا فضيلة الشيخ. صح يا فضيلة الشيخ، ابني هيجي النهارده. في ناس كتيرة فعلا بتحس بالحاجة ده. طب ده ايه؟ بيبقى قلبهم طيب، بيبقى صافيين، والاحساس ده بيجيش لأي ما حد. دي الذي يرى ذلك في الحقيقة يدل على صفاء ونقاء وطهارة القلب. قلبه ابيض صفي نقي، لا حاقد ولا حاسد ولا يحسد احد. وهذا الامر لا يتوفر الا في القليل من العباد. فعلا العباد كلها حالين معظمها الا ما رحم ربي فيها الغل وفيها الكر وفيها الضغينه. ما فيش حد يحب لك الخير ابدا الا ما رحم ربي، والله اعلم.
طيب التفسير برضو رؤية النجوم في المنام للست المتزوجة. تمام. اذا حلمت ان هي شايفة نجوم في المنام. الست المتزوجة دي شافت كم نجم؟ واحد واثنين ثلاثة أربعة. النجوم دي مكتملة، النجوم دي ناقصة، النجم ده على رأسه تاج، النجم ده لونه أبيض لونه أسود، موال. طيب قاموس. يعني طب مجموعة نجوم فضيلة الشيخ برضو تدل على ايه؟ لو كانت أنس يدل ان هو هيحضر الفرح بتاعها عدد كبير من الناس. الفرح بتاعها هيكون فرح متلألئ، هي هتكون سعيدة وفرحانة، والفرح بتاعها سيمر بأمن وأمان وسلام، ليس فيه خلاف، ليس فيه مشاكل على الإطلاق. طيب حلو قوي. مفيش رؤية برضو كده فضيلة الشيخ شفتها اليومين دول تدي تنبؤ إن شاء الله وخير؟ اولا بعيد طبعا عن النجوم، لا بعيد عن موضوع الحلقه، يعني في الحياه العامه. والله يعني حضرتك انت شايف الحياه عامله ازاي في العالم، في الحياة كله، ومن خلال برضو عالم الرؤى والاحلام. من خلال عالم الرؤى والاحلام ستحدث اشياء في مصر يا استاذه شيرين عظيمه جدا، امور جلل لن يتوقعها ولن يتخيلها ابدا احد، وهذه الامور ستجعل ان كثير من الدول تطمع في مصر. ما احنا بنقول دايما ان احنا نحافظ على بلدنا، دايما ننتج فيها، لان العالم كله بيتغير، في مشاكل اقتصادية وفي مشاكل كتيرة جدا على مستوى العالم، فاللي هيقدر يقاوم المشاكل دي كلها الشخص جوه بلده، عشان ما نمدش ايدينا لحد، ما نحتاجش لحد، كل واحد يشتغل ويسعى. فده تنبؤ حلو جدا برضو فضيلة الشيخ. على اساس تحطها بين قوسين كده، بين قوسين، والشرح يقول في الامر ده ان مصر ستكون اغنى دوله إن شاء الله على مستوى الدول العربيه. ميرسي فضيله الشيخ، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله ان شاء الله. الله بشكرك عمي. جدا على الحلقه الجميله دي. شكرا. ميرسي مشاهدينا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده، اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه. وبنشكر طبعا ضيفنا العزيز النهارده فضيله الشيخ مفسر الرؤى والاحلام ابراهيم حمدي.